شكرا لك البركه. الله يبارك فيك. الله يسعدك. انا ابو ايمن. يا هلا ابو ابوي. يا هلا ابو ابوي. ينور بوجودك ان شاء الله. كيف حالك؟ شلونك؟ الله يكرمك. الحمد لله. والله كل يوم انا اطلع قاعد. يكون عندك وقت. هذا قاعد بتدور بالزحف قبل. بدون شو انت بتدور يا ابني؟ بالله عليك. قاعد يدور. دور هاي سلم فيها الله. الله يعمل سبب. والله مرة عندي هون الباشا جميل. ابو احمد. مرة عندي شغلة ميراث الله يهديهم ويكرمهم. شفته مع الفيديو. يعني هم اكثر ناس نصيب اصلك والله. الله يحفظه. ابو جواب ابو يكرمها ويكرمها. الجواب تعيش في البلاد؟ بتعيش فيها ميه. كل شيء. انا زرعت العارف. ولسه يعني بعدها جديد يعني. ما دام خضره بدك تضطرين. الاكلينات. الاكلينات كويس. لا في احسن منه. في ما يبون مره. في قالوا له اسم. بيكيه هذا. بيكيه او والله ما انا عارف بجيبه انا. بس انا والله عندي شوف عندي عندي الدار طلع شجر. كل اسم ما شاء الله. ما شاء الله في راج فور ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم. بس انا اربي. اخدع شجر شايف؟ ما هاي المجنونه ما لا والله ما شاء الله عليه كانت كثير كويسه عندك وجبت واحده والله بس انا ما كنت مثل الاولاني كان محرج كان كله محرج حتى كنت من قد الحمله قبل لما تطلع عليك ما بتسكر باب المرات. المرات تروح وجهه. ايوه. ولا بلا ما اعطاني اياها يسكر. لانه مره جينا بالنار كانت بس الباب وجهه. كنت خايف شغله. بعدين ابو عامر لفين وجهه. بدنا كم هالسرديع والله خلص علي حوالي 10 دليل. بس بدي اخوان كيف اشتريت مني من كانت عندهم مجموعة. شايف؟ شايف والله من واحد الى 14.
أخوي ما في شيء وهم هم الغالي يقول يعني شوف التالي هاي على الله هاي أبوه فوق المعبط بسيط اللي ما أخذت فيها عشان أخذت فيها واحدة كان عشان طلص تقريبا هاتف إذا طلص أنا أنتهي بس دوالي بدي دوالي لأنه هاي مصيف هون حريقة إذا ما عندك بلة هذا مع الروشات حلوة إذا ما عندك بلة وقرب سرمت والله حوالي 80 قلب رسومي يا أبو ها؟ 80 قلب رسومي اسمع ومكب تروح شوف مكب مكب البرمدات هاي لك حدمت البرمدات ولا ببين ولا يبين والله سبقي حوالي 20 قلب رسومي ولا لولا هيك كان حفظة حفظة مطينين لا لا ممتازة مطينين بعدين كنت احطه كنت بتراب فيه كنت بتراب ورد عندي ما يعلمهم لما ايش اخبيت الطين اخبيت نهائيا حتى بشتوية شو بعد شتوية شو ما فيه ولا شو والله ما بحج عند العودة قاعدين هناك قاعد قال حتى عند الباب حطيت الزرش عند الباب وقوة قاعد لا كيف يمتك معه بالله ان شاء الله معه كيف الجيران وتوكل على الله ان شاء الله الله والله مره هاي منافسه قويه لانه هو واحد من الناس كمان دبح هي منافسه قويه ونزيد هذيك مره ما بتكاتبوا على واحد كل ما توزعوا بكون احسن ل الحمد لله ان شاء الله الحمد لله انا اقول لك 1500 2000 فوت بينه وبين الثاني هو الاول يكون 1500 أكيد 100% وخدم ناس خدم عالم أصلك دخل بيزة؟ أولا لكتي ضم مناطق جديدة لذلك مين لا والله شايف مستغل هو كمان إيده طيبة يعني كيف يعني اللي كان يروح عليه ما يقصد والله ما يقصدوا يحسبوا له غير كان ينتقي العالم وابتروا يمشيهم وزي بعض الناس خلص ابشر وعندي وما ادري كيف ولما يبعد عنه انا ينسى بلا ما ابشر اما له ما شاء الله كان والله يمشي قدام العالم والله علي بالعيد يعني هات جرجير ابو عامر صح؟ لك تجرجير لك تجرجير ولك تخبيزه بس ركز على الخبيزه خير جوز ما يعجبك الجرجير بعدين تكبيه لا احنا ناكل الجرجير المي راح تذبح لا ما انا كنت اشتغل الصيف اول دجاج يعني عندي شفت ما شاء الله ما تمشي تقول لي ما تمشي ما تمشي الفردان دي نقص بس تهلي مع العمار مع السجاية مع البطة أبو مية أبطة يعني أتقدر أعيد فيه أكثر جيت مجيت أرد أعيد عليه كل أسبوع مرة أو مرتين بالبرمية
قلت بدي اشرب ميه بس والله من غير زيد لا هي هي نسيت انا عجز ما اكثر ها اشرب كمان في بريق يعني عجز نقول يلا بعدين بنطلب بلوك اما هيك اشرح اول باول ها بس ولا شيء بعد 12 دينار طبعا اكيد والله بلاش هل صرت نلقط معاك؟ لا خلاص بس لا وانا لقط لك بعد ما الخبزات ما هو يروح الخبز يختفي هذا طلع مع المية مع مش من المية يعني مية من ما بكاية هذا دفع لأي طريق طريق؟ اسمع تطلع زهرة تبعك وكد مجمع طبعا هذا في فيوم اكيد اكتب ملون جبت ملون وما في غير زهري وابيض دوني احمر وابيض ايوه اسمع بعد الخبرة اسمع الشجر لو تحطه على حجر تجيه مية بطلع بطلع بس ما بدك تبدير ظهرة كله بدو مية بدو مية اي نوع شجر بدو مية انا سويته كله تنقيط قسمت 10 اقسام من هون الكمبيوتر يجي بديش رئيس من هناك هون ابدل شوف رقم واحد ترى ضمن هاي قاعدين فيها رقم واحد حطيت عليها ليش تكتب واحد سويت لهم بديش رقم اثنين ارضا حطيت لفتين لفتين يعني وهاي ثلاث واحد لما جرى 10 اقسام فانا ابدل من هون وانا قاعد ابدل في رئيس خط رئيس جاي من هون هذا ابدل على واحد على اثنين على عشرة ما شاء الله عليك والله ما شاء الله عليك لك تخيل خبزة هذه ترى اذا ما تكثري تروح احنا خي احنا ضم نسوي سحر صغير مع راس بصل خلاص كملتوا تصوير كملتوا تصوير إذا صار خمس دقائق خلاص. هي الخبيزة مين تكتب أنا طبق طبق خبيزة ذيك. اسمع إذا لقيت هيك مرتين وصار هالقد. بس اسمع عشان ما جاي. في شهوة بس. يا هلا أبو أيمن. الله حي أبو أيمن.